أهلا بكم أعزائي الطلبة، أنا اسمي دكتور أحمد العزب، أستاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة أسيوط، والنهاردة هديكم محاضرة عن urinary incontinence for medical students. المحاضرة هنحطها على الموقع بتاعنا على اليوتيوب، ولو في أي سؤال منكم هنكون سعداء جدا بالتواصل معاكم على اليوتيوب. نبتدي مع بعض محاضرة urinary incontinence. قبل ما اتكلم عن urinary incontinence عايز اديكم هنت ايه هو الفيلد اوف فيميل يورولوجي اند نيوريولوجي، وده احد السب سبيشاليتيز اوف يورولوجي اللي بيدرس ذا فولوينج كونديشنز: urinary incontinence, overactive bladder, disorders of the female pelvic support اللي بنقصد بيها البلفيك اورجان برولابس زي السيستوسيل الريكتوسيل الانتروسيل, chronic pelvic pain in females, female sexual dysfunction, urinary tract infection, interstitial nephritis, cystites, neuropathic bladder, vesico-vaginal fistula and complex urethral and vaginal reconstruction. طيب ال course objectives النهاردة to study normal anatomy and physiology of continence في الرجالة والستات, to differentiate between the different types of urinary incontinence, وهندي هنت عن ال two major types of incontinence اللي هما stress incontinence والurge incontinence أو overactive bladder. A neuropathic bladder is not the scope of today's presentation. الحقيقة المصريين القدماء اتكلموا عن معظم الأمراض, وصفوا السبينوميجالي, وصفوا الهيباتوميجالي, وصفوا البلهارزيزيس, وزي ما احنا شايفين في الحفلة قدامنا بيوصفوا السيركمسيجن, إنما ما جابوش سيرة urinary incontinence خالص. أول واحد اتكلم عن urinary incontinence كان هيبوكريت, ده كان ancient Greece, عايش في ancient Greece في اليونان القديمة, وكان طبيب مشهور جدا عايش في حوالي 400 سنة قبل الميلاد, وكتب كوليكشن كتب انه لاحظ ان بعض الستات after difficult and complicated labor they got urinary incontinence. طبعا هو كان بيتكلم من غير ما ياخد باله عن الفيزيكو فاجينال فيستولا. اليورينري incontinence مرض ما هوش مميت, ولكنه بيأثر على الكواليتي اوف لايف, هو ستيجما, هو فيه وصمة, بيبقى فيه social isolation, بيبقى في domestic violence خاصة في الفاريانت بتاعه اللي احنا مش هنتكلم برضو عنه النهاردة اللي هو النوكتورنال انوريسيس الأطفال. في بعض الآباء هنا في مصر بيعتقدوا انه ممارسة العنف سواء كان اللفظي أو البدني على الطفل ده هيساعد انه يقومه انه هو يحسن اليورينري النوكتورنال انوريسيس بيحصل له. طبعا ده فكرة ما هياش مظبوطة. Incontinence should not be viewed as a normal part of aging or shameful. Incontinence should be viewed as treatable. ستات كتيرة بتعتقد ان تقول هو ده الطبيعي مع السن. في بيحصل طبيعي ده اللي بيحصل طبيعي مع السن. طبعا دي فكرة خاطئة جدا. لا, الانكونتيننس should be not be viewed as a normal part of aging واي ويتعالج في اي سن. طيب, is it really a problem? Yes, it is a worldwide problem. احنا عملنا study هنا في جامعة اسيوط على 1600 ست تقريبا, وجدنا ان نسبة حدوث السلس البولي كانت 55%. طبعا ده التول بتاعنا كان sensitive, لكن السيفير incontinence كان موجود في حوالي 8%, لكن برضو 8% رقم كبير. ان 8% من الستات يبقى عندهم سيفير incontinence مأثر على quality of life, فده يعتبر فيجر كبير. طيب, ايه اللور urinary tract؟ اللور urinary tract احنا عارفين انها نقصد بيها البلادر and urethra. البروكسيمال يوريثرا هو ذلك الجزء من اليوريثرا المسؤول عن الميكانيزم, بيبقى فيه سفنكتريك اكشن سواء كان الانترنال سفنكتر اند اكسترنال سفنكتر. بقيه اليوريثرا كلها اللي هي البينال والبلبس يوريثرا بتبقى كوندوي, مجرد ماسوره بتوصل اليورين لغايه بره في الشارع. لكن لما اتكلم عن اللور البلادر اند اليوريثرا, اللور يورينري تراكت ليها تو فانكشنز تو ستور يورين. وحضراتكم قاعدين اليورين عمال ينزل من اليوريترز على البلادر وعمال يملى البلادر, واثناء الفتره دي لازم تكون البلادر كومبليتلي ريلاكسد, الديتروسر وول بتاعها الماسل بتاعتها تكون ريلاكسد تماما, بينما السفنكتر بتاعتها بتكون كونتراكتد تماما عشان تقفل على اليورين وتمنع ان يحصل له اي ليك اثناء البلادر فيلينج. يبقى احنا عندنا تو كومبوننتس, عندنا بلادر وول او ديتروسر وعندنا سفنكتر. اثناء الفيلنج لازم البلادر وول يبقى كومبليتلي ريلاكسد والسفنكتر كومبليتلي كونتراكتد. تاني فانكشن لللور تراكت دي الفويدنج, لما يجي بقى الوقت المناسب ان احنا نعمل تواليت, ولما المثانه
تتملي بالابروبيت للماكسيمم كباس بتاعتها اللي هي من 300 الى 400 ملي. يبتدي ياخد الهاير كونتكر سنترز تاخد فكره ان هي خلاص بقت المثانه مليانه ويديها الاذن تروح تعمل بالبي فيحصل الفويدنج. الفويدنج عباره عن حاجتين، عباره عن ديتروسر كونتراكشن بينما السفنكتر تفتح تماما، يبقى العكس تماما، يبقى يحصل كونتراكشن اوف ذا ديتروسر او البلادر وول ماسل يحصل لها كونتراكشن بينما السفنكتر تفتح عشان يفتح السكه واليورين ينزل تماما. النيورويورولوجي عندنا سنترال كومبوننت بيتحكم في اليورينيشن، ده مينلي سباينال ميكتيوريشن سنتر عند الليفل اوف اس 2 واس 3 واس 4، ده عباره عن بارا سمباثيك تماما. وفي هاير كورتيكال سنتر موجوده في البوند اسمه بونتاين ميكتيوريشن سنتر، ده بيتحكم في السباينال ميكتيوريشن سنتر. وعندنا بيريفيرال نيرفوس سيستم اللي هو بارا سمباثيك وسمباثيك وسوماتيك. احنا قلنا من شويه ان الستورج فانكشن بتاعت البلادر محتاجه حاجتين، محتاجين ديتروسر تبقى كومبليتلي ريلاكسد ومحتاج سفنكتر تكون كومبليتلي كونتراكتد. مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده السمباثيك. السمباثيك انرفيشن اوف ذا بلادر مسؤول عن الستورج، بيعمل ريلاكسيشن اوف ديتروسر بانه يشتغل على البيتا 3 ريسبتورز الموجوده في البلادر وول، وبيشتغل على السفنكتر ويعمل لها كونتراكشن. عندنا باراسمباثيك مسؤول عن الفويدنج. الباراسمباثيك بيعمل العكس، لما بيشتغل بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن اوف ذا تروسر ويعمل سفنكتريك ريلاكسيشن. الباراسمباثيك بيطلع من فين؟ بيطلع من السباينال ميكتيوريشن سنتر، بيطلع من عند اس 2 واس 3 واس 4 وده مركز التبول. الباراسمباثيك في البلفس بيعمل ثلاث حاجات، بيعمل اليورينيشن او الفويدنج او الميكتيوريشن، بيعمل الديفيكيشن وبيعمل الاريكشن. ادي منظر البريفرال نيورو اناتومي، ادي النيرفز زي ما احنا شايفين، ادي السمباثيك نيرف ده بيبقى طالع من تي 11 الى ال 3 وبيتجمعوا في نيرف اسمه بنسميه الانفيرو هايبوجاستريك بلكس او بنسميه الهايبوجاستريك نيرف، وبيعمل انرفيشن اوف ذا بلادر، بيغذي الوول بتاعها وبيغذي السفنكتر. ما ننساش ان السمباثيك مسؤول عن الستورج فيز، بيعمل ريلاكسيشن اوف ذا تروسر وبيعمل كونتراكشن اوف ذا سفنكتر. وقلنا للمرة التانية ان اثناء الاستورج المفروض ما يشتغلش غير السيمباثيتك، لو اشتغل باراسيمباثيتك اثناء الفيلنج ده مشكلة، ده مع ذلك انه هيخلي الديتروسر وول يحصل لها كونتراكشن وده مش طبيعي. الكونتراكشن دي بتخلي الشخص يحس انه عايز يعمل بيبي ويجري على الحمام، ولو الكونتراكشن دي قوية البريشر بتاعها هيغلب البريشر بتاع السفنكتر ويحصل العيان ايرج انكونتيننس. الرسمة التحتانية مبينة الباراسيمباثيتك، الباراسيمباثيتك خارج من اس 2 واس 3 واس 4 وده اللي هو السباينال ميكتيوريشن سنتر، بيتجمعوا في نيرف اسمه البلفيك نيرف زي ما احنا شايفين، بيروح على البلادر وول بيعمل لها بيشتغل اثناء الفويدنج بس، بيشتغل الباراسيمباثيتك بتشتغل اثناء الفويدنج بس، بيعمل كونتراكشن اوف تروسر ويعمل ريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر. وزي ما احنا شفنا انه الباراسيمباثيتك بيشتغل على التروسر عن طريق بيشتغل على ريسبتور اسمها الماسكرينيك ريسبتور، وفي خمسة تايبس اوف ماسكرينيك ريسبتورز في الجسم اللي موجودين في البلادر، ام 2 وام 3 ماسكرينيك ريسبتورز، البريدومينانت ام 2 لكن اللي بيشتغل اللي شغالين اساسا هما ام 3 ماسكرينيك ريسبتورز. دي المره الثانيه الباراسمباثيك يشتغل بس اثناء الفويدنج، ولو اشتغل اثناء الفيلنج بيدي كونتراكشنز مش مطلوبه تترجم الى ان العيان يحس انه عايز يخش الحمام، ولو الكونتراكشن جامده البريشر هيزق اليورين اكتر من السفنكتر ويحصل عيان ايرج انكونتيننس. ده الباراسمباثيك انرفيشن زي ما قلنا، والسمباثيك والسوماتيك. ده منظر نيرف مغذي السموث ماسل اوف ذا بلادر، ده باراسمباثيك بيطلع اسيتايل كولين زي ما انتم شايفين. ادي الفيسيكلز ديت عباره عن بري سينابتيك فيسيكلز، والنيورو ترانسميتر بيطلع منها هو الاسيتايل كولين زي ما احنا شايفين، بيعمل كونتراكشن اوف التروسر ماسل، ده المفروض دوت يحصل اثناء الفويدنج. الاخضر ده بعدين مع شويه الادويه اللي بتمنع الانتيكولينرجيك اللي بتمنع الريليز اوف اسيتايل كولين اللي ما بتخليش الباراسمباثيك انه يشتغل اثناء الفيلنج فيز. طيب ايه هي الريكويرمنت فور كونتيننس؟ اول حاجه محتاجين ديورنج الفيلنج سايلنت بلادر، وده محتاجين منه ان يكون في انتاكت نيورال سبلاي.
يعني ايه سايلنت بلادر؟ يعني تكون كومبليتلي ريلاكسد. يعني ايه كومبليتلي ريلاكسد؟ يعني سيمباثيتك بس شغال، يعني بارا سيمباثيتك ما يشتغلش، ما يجيش ناحيتنا خالص عشان ما يعملش كونتراكشن اوف ذا ديتروسر ماسل. ادي اول ريكويرمنت. وده محتاجين ايه؟ محتاجين الانتاكت نيورال سبلاي. طب يعني ايه مش انتاكت؟ لانه السيمباثيتك سنتر لوحده هايبر اكتيف هايبر اكسايتابل ريفلكس، عاوز يشتغل ليل نهار. فالهاير كورتيكال سنترز في الديسندنج تراكس اللي نازله من المخ على السباينال ميكتوريشن سنتر بتهدي وتفرم السباينال ميكتوريشن سنتر. فلو حصل اي عيان نيورولوجيكال ليجن زي مثلا مالتيبل سكليروز الديسندنج تراكس باظ، او لو واحد عنده سباينال كورد انجري، اتصال الهاير كورتيكال سنترز اللي هي عقله وبتهدي السباينال ميكتوريشن سنتر بيفقد، وبالتالي السباينال ميكتوريشن سنتر يبعت امبلس اثناء الفيلينج فيز، اثناء ما الوقت اللي هو المفروض تشتغل فيه السيمباثيتك يشتغل فيه بارا سيمباثيتك، فيعمل انستابل ديتروسر كونتراكشن ويعمل ايرجنسي اند ايرج انكونتيننس. يبقى دي اول ريكويرمنت، ان احنا عندنا يكون انتاكت نيورال سبلاي، يعني ما فيش نيورولوجيكال ليجن، يعني في كنترول من الهاير كورتيكال سنترز على السباينال ميكتوريشن سنترز، يعني اللي يشتغل بس هو السيمباثيتك علشان تبقى البلادر وول كومبليتلي ريلاكسد ديورينج فيلينج. طيب تاني حاجه عايزينها انتاكت سفنكتر، لازم تكون مش بس البلادر وول يبقى كومبليتلي ريلاكسد اثناء الفيلينج، لا ده اثناء الفيلينج برضو لازم تكون السفنكتر كومبليتلي كونتراكتد، تكون عضله قويه تقدر تتحكم في اليورين وتقفل عليه وتمنع ان يحصل له ليك. المنظر قدامنا دوت سيستوسكوبيك فيو اوف اسفنكتر، وده منظر بالمنظار، واحنا دلوقتي في اليوريثرا والاسود اللي جوه دوت اللي هو اليورين اللي هو جوه البلادر. المطلبين اللي فاتوا دول اللي هو السايلنت بلادر ديورينج فيلينج وانتكت يوريثرا سفنكتر، ده محتاجينهم في الستات وفي الرجاله. المطلب الثالث اللي هو الاناتوميك سبورت، ده محتاجينه بس في الستات. الاناتوميك سبورت محتاجينه عشان يسند او يعمل سبورت اوف ذا لوور يورينري تراكت اوف ذا فيميلز at the time of sudden increase in the intra-abdominal pressure، بسميها times of stress. ايه البلفيك سبورت او الاناتوميك سبورت؟ اللي هي الليفيتور اناي ماسل والاندوبلفيك فاشيا اللي عليها والكوندنسيشنز بتاعتها، الحاجات دي بتعمل سبورت. طب ازاي الحاجات دي بتسند الفيميل بلفيس الفيميل لوور تراكت at the time of stress؟ دي بقى نظريات. اول حاجه انها بتكيب، في ناس بتقول ان هي بتكيب اليوريثرا above the pelvic floor، في ناس بتقول انها to maintain a strong hammock beneath the urethra، والحاجه الثالثه انها بتعمل kink of the urethra during the time of stress. انت كطالب مش عايزين منك اكتر من انك انت تبقى عارف انه الستات محتاجين for their continence لان اليوريثرا بتاعتهم قصيره وشورت، محتاجين at the time of stress محتاجين intact pelvic floor اللي هو عباره عن الليفيتور اناي ماسل والاندوبلفيك فاشيا، بيعملوا سبورت اوف ذا لوور يورينري تراكت ات ذا تايم اوف ستريس. ايه الميكانيزم اللي بيعملوا بيه؟ مش مهم انك تعرفها قوي. طيب وات از يورينري انكونتيننس؟ اني انفولنتري ليكج اوف يورين اوبجكتيفلي ديمونستريتد اند ا سوشيال اور ا هايجينيك بروبلم تو ذا بيشنت. ايه التايبس اوف يورينري انكونتيننس؟ عندنا ستريس urge mixed incontinence اللي هو عبارة عن الستريس والإيرش، overflow incontinence وtransient incontinence هنتكلم عنهم في الآخر، extra urethral incontinence. لا incontinence مش جاي من الاكسترنال urethral meatus خالص، ده جاي من انه يا اما ectopic ureter، ودي بنلاحظها في البنات الصغيرين، بنلاقي اطفال عندهم incontinence وفشلت كل الميجرز ان احنا نعالجهم، بنكتشف في الآخر ان عندهم one of the ureters فاتح تحت بدل ما يفتح في البلادر، لا ده فاتح في الديستال يوريثرا او فاتح في الليبيا او فاتح في الفاجينا وعمال يعمل توتال انكونتيننس، او الفيسترا برضو بتعمل توتال انكونتيننس. ما ننساش احنا عندنا تو كومبوننتس، عندنا بلادر وول او ديتروسر وعندنا سفنكتر. لو حصل مشكله في الديتروسر هيعمل ايرج انكونتيننس، لو حصل مشكله في السفنكتر او في البلفيك سبورت هيعمل ستريس انكونتيننس. اول حاجه هنيجي ناخدها دلوقتي اللي هي الاوفر اكتيف بلادر.
Overactive bladder معناها urgency with or without urge incontinence, usually with frequency and nocturia in the absence of metabolic or pathologic explanation of these symptoms. The cornerstone for diagnosis of overactive bladder هو urgency. هي دي اللي بتقول ان عنده overactive. يعني ايه urgency؟ الشخص الطبيعي لما يجيله رغبة في دخول التواليت يقدر ينتظر الزمان والمكان المناسبين. انما الشخص اللي عنده overactive bladder ما يقدرش ينتظر الزمان والمكان المناسب. اول ما يجيله لازم يجري على الحمام يدور على التواليت. واذا هو بيدور على التواليت اليورين فلت منه بقى اسمه urge incontinence. بقية التعريف خلي بالكم. يبقى تعريف urgency هو sudden severe compelling desire to make urinate that the patient cannot defer. Defer يعني يحوشه. العيان ما يقدرش يحوشه. بقية التعريف in the absence of metabolic or pathologic explanation of these symptoms. لانه في differential diagnosis ممكن تعمل حاجات دي. ممكن الكارسينوما in situ. ممكن تكون الفازيكال ستونز. ممكن تكون اليورينري تراكت انفكشن. ما تقوليش انه عنده ستون بلادر بتقول انه عنده اوفر اكتف بلادر. لا. We have to exclude first اي pathology يعمل هذه السيمتومز. ايه الاتيولوجي؟ الاوفر اكتف بلادر يا اما ايديوباثيك يا اما نيوروباثيك. اذا كانت اسوشيتد مع ديابيتس ميليتس، اذا كان سباينال كورد انجري، سيريبرو فاسكولار ستروك، مالتيبل سكليروسيس، باركنسونيزم، مايلو ديسبليزيا اند ترانسفيرس مايلايتس. اتعملت ستادي كبيره في امريكا اسمها النوبل بروجرام اللي هي الناشونال اوفر اكتف بلادر ايفالويشن بروجرام، واكتشفوا ان نسبه الاوفر اكتف بلادر عاليه جدا في الكوميونتي، تصل الى حوالي 16.6% من البوبوليشن. احنا الاول كنا فاكرين ان الاوفر اكتف بلادر مرض بيجي في الستات، اكتشفنا انه بيجي في الستات والرجاله بنفس البريفالنس بنفس المعدل. في ممكن مرحله عمريه اللي اقل من 25 سنه يكون اكتر شويه في الستات، لكنه ان جنرال هو موجود في الرجاله والستات بنفس المعدل. الاوفر اكتف بلادر بيؤثر على الكواليتي of life على all aspects of the quality of life. احنا قلنا overactive bladder يا اما idiopathic يا اما neurogenic، وزي ما هناخد بعد شويه ان التريتمنت بتاعهم الى حد كبير متشابه جدا. احنا ما بنجهدش نفسنا. اذا كان العيان عنده obvious neurological lesion يبقى بنقول عليه neurogenic bladder، بنقول عليه neurogenic overactive bladder. اذا ما كانش عنده زي اللي موجود في معظم الستات يبقى ده idiopathic overactive bladder. يعني لو واحد عنده diabetes mellitus بنقول عليه ان هو عنده neuropathic overactive bladder. لو عنده multiple sclerosis، لو ما عندوش بنقول عليه ليدتروسر overactivity. فده فايده الايفالويشن ان انا اخد منه history، هشوف هل هو عنده اي history of neurological lesion عشان اعمل له categorization هل هو idiopathic ولا neurogenic detrusor overactivity. زي ما قلنا من شويه احنا لازم نعمل urine analysis to exclude urinary tract infection. ما ينفعش اقول عنده اوفر اكتف بلادر هو عنده انفكشن. انا برضو بعمل يورين اناليسيس عشان اشوف هل في مايكروسكوبيك هيماتوريا ليكون عيان عنده كانسر بلادر هي اللي عامله له هذه السيمبتومز. اليوروديناميك ده عباره عن جهاز زي ما احنا شايفين بنركب فيه قسطره للعيان، حاجه اسمها سيستوميتري كاثيتر، بتمشي في البول في البيبي وبتوصل للبدر وبتقيس البريشر جوه المثانه، وبنركب له كمان ريكتال كاثيتر بتقيس البريشر جوه الريكتم. دي بتعمل ريفليكشن للانترا ابدومينال بريشر. طيب اليورو دايناميك دوت ما بنعملوش في كل حاله عندها اوفر اكتف بلادر، بنعمله في عده حالات بس. اول حاله اذا كانت الحاله مش عايزه تستجيب للانيشال تريتمنت، دي اول حاجه اذا كانت ريفراكتوري اوفر اكتف بلادر، ودي هنتكلم عنها في التفاصيل بعد كده. هو الحاجه الثانيه اذا كنت شاك انها ان الحاله اللي عندك نيوروجينيك او نيوروباثيك ديتروسر اوفر اكتيفيتي او نيوروباثيك اوفر اكتيف بلادر. هو انفيسيف بروسيدور، مكلف شويه لان احنا بنستعمل ديسبوزابل كاثترز فبيبقى مكلف شويه، وقلنا بيقيس البريشر بيقيس الكونتراكشنز الابنورمال اللي احنا قلنا عليها. ادي منظر نورمال يورو داينامكس على الناحيه اليمين النورمال. لو احنا شايفين في خط متقطع vertical line ده بيفصل بين الستورج فيز اللي على الشمال والفويدنج فيز اللي على اليمين. لو احنا بصينا على ثالث خط من فوق ان البلادر كومبليتلي سايلنت، ده البريشر جوه المثانه، الضغط جوه المثانه الديتروسر بريشر سايلنت وفلات كيرف مش بيعلى، هو ده النورمال. البلادر تبقى كومبليتلي ريلاكسد عشان تستقبل اليورين، سمباثيتك بس شغال. لو جينا بصينا بقى على الناحيه الشمال
اللي هو المكتوب فوقيه اوفر اكتيف بلادر بالاحمر، هنلاقي انه تالت خط مش فلات زي ما كان في الخط في الناحيه اليمين، لكن لا ده في سبايكس. السبايكس دي عباره عن انستابل ديتروسر كونتراكشنز، انفولانتري كونتراكشنز، المثانه عماله تنقبض، بارا سمبتيك شغال عمال يشغل مزود الديتروسر اوفر اكتيفيتي. كل سبايك من دول العيان بيحسها ان هو لازم يجري على الحمام، يحس بايرجنسي، ولو هو بيجري اليورين فلت منه بقى اسمه ايرج انكونتيننس. ده في طبعا في ديتروسر اوفر اكتيفيتي او اوفر اكتيف بلادر. هل احنا بنعمل ايميجنج؟ بنعمل ايميجنج اذا كنت انت شاك ان هي نيوروباثيك، لان احنا الايديوباثيك ما بيأثرش على الابر تراكت، البريشر جوه المثانه ما بيأثرش على الابر تراكت، انما النيوروباثيك ديتروسر اوفر اكتيفيتي الانستابل كونتراكشن دي بتبقى جامده بقى، بيبقى البريشر عالي، مش بس بينزل اليورين من والعيان يحصل له انكونتيننس، لا ده اليورين كمان ممكن يحصل له ريفلكس من البلادر على الابر تراكت ويحصل هايدنفروزس اند يورينيا، وده الكوز اوف ديث في العيانين بتاع النيوروجينيك بلادر. ده منظر عيان، ده الاي في يو بتاع عيان عنده، لو بصينا على اليمين ده عيان عنده سباينال كورد انجري، شايفينه مركب شرايح. لو انتوا خدتوا بالكم البلادر فيها كاركترستيك كريسماس تري ابييرنس، الليفت كيدني نون فيجوالايزد، هي اتدمرت تماما من الريفلكس من الهايد نفروزس، الرايت كيدني في طريقها. العيان دوت اف نوت تريتد اجريسيفلي هيخش في رينال فيلير وذين ا شورت بيريود. يبقى مشكله النيوروجينيك ديتروسر اوفر اكتيفيتي بالذات السباينال كورد انجري، انه مش بس يكون معاهم انكونتيننس، لا ده البريشر العالي جوه المثانه مش بس هيزق اليورين ويطلع من الاكسترنال يوثرال مايلس، لا ده اليورين هيرجع من البلادر على الكيدنيز فوق ويعمل هايد نفروز اند يوريميا. الناحيه اليمين عيان تاني عنده نيوروجينيك بلادر برضه، وزي ما انتم شايفين عنده بايلاترال هايدرو نفروزس. التريتمنت اوف اوفر اكتيف بلادر، الفيرست لاين اوف تريتمنت بيهيفيرال ثيرابي. اول حاجه ان هي ايه؟ عباره عن حاجتين، مانجنج فلويد انتيك، احنا مش هنقول ليميتنج فلويد انتيك لكن هنقول ايه؟ مانجنج، نغير من الفلويد انتيك. نمره اتنين بنعمل بيلفيك فلور ماسل اكسرسايز. السكند لاين اوف تريتمنت ان احنا ندي فارماكو ثيرابي. اول حاجه عندنا حاجتين، الانتي ماسكرينكس والبيتا 3 اجونست. ايه الراشونال اوف انتي ماسكرينكس او الانتي كولينرجكس؟ احنا قلنا انه فيلنج بيشتغل فيه ابنورمالي، بيشتغل فيه بطريقه غلط الباراسمباتيك، فانا بدي الباراسمباثومايماتكس الباراسمباثوليتكس اللي هي الانتي كولينرجكس او اللي هي الانتي ماسكرينكس. وفي في السوق سبعه انتي ماسكرينكس، يكفي انك عليك كطالب انك تعرف منهم اول اثنين اللي هو التولتيرودين والاوكسيبيوتينين. طيب اللاين اوف تريتمنت تاني اللي هو السلكتيف بيتا 3 ادرينرجيك ريسبتورز اجونست، ودي الراشنال بتاعتها احنا بنشجع السمباثيتك انه يشتغل اثناء الفيلنج زي اللي هي الميرابيجرون. طيب وات اف ذا بيشنت ديد نوت ريسبوند تو انتيكولينرجيكس او البيتا 3 اجونست، دي هنسميها ريفراكتوري اوفر اكتيف بلادر. عندك حل من ثلاثه للريفراكتوري اوفر اكتيف بلادر، يا اما بوتيولينيوم اي توكسين. التوكسين دوت بيطلع من الانيروبيك بكتيريا اسمها كوليستريديوم. البكتيريا ديت موجوده في حاجات كتيره مثلا زي الـ 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 الاكل المعلب، لان البكتيريا لا هوائيه الا اللي باظ او في الفسيخ بتطلع هذا التوكسين. هذا التوكسين بيعمل باراليس للماسلز. هذا التوكسين بيشتغل على الاستايل كولين وبيمنع الريليز اوف استايل كولين من الفيسكلز بتاعته. لو احنا فاكرين الصوره اللي خدناها في النيورو ترانسميتر عند الموتور اند بليت، والاستايل كولين از ان امبورتنت نيورو ترانسميتر في الماسكرينك ريسبتورز، فهو بيعمل انهبيشن للباراسمباتيك، بيعمل انهبيشن للريليز اوف استايل كولين، وبالتالي بيمنع الباراسمباتيك انه يشتغل اثناء الفيلنج، فبيمنعه انه بيعمل انستابل تروسر كونتراكشن. طب حد يسال، طب هو مش هو الباراسمباتيك اذا كان هو ابنورمال بيطلع في اثناء الفيلنج، بس مش هو برضه محتاجينه اثناء الفويدنج وهو المسؤول عن الميكتوريشن وهو المسؤول عن الفويدنج؟ الاجابه نعم. عشان كده من ضمن السايد افكتس بتاعت البوتوكس ان هو 30% من الحالات بعد ما بنحقنه في المثانه ممكن يحصل يخش العيان في بوست اوبراتيف ريتنشن. عايزك تعرف انه في النيوروجينيك ديتروزر اوفر اكتيفيتي او في النيوروجينيك اوفر اكتيف بلادر انا بحقن 200 انترناشونال يونتس، اند ان ايديوباثيك اوفر اكتيف بلادر اللي ما هياش نيوروجينيك انا بحقن 1 يونت. الامبول بيتحل على سلاين حوالي 20 سي سي سلاين، وبحقنه بابره معينه عن طريق المنظار. ده منظر صوره متاخده من للمثانه بالمنظار، وادي الابره بتاعته مغروزه جوه البلادر وول
بحقنه في كذا كذا بوينت من 20 الى 30 بوينت، وهو بيحصل له ديفيوجن في كل البلادر وول. تاني لاين اوف تريتمنت هو البوستيريور تيبيال نيرف ستيميوليشن. البوستيريور تيبيال نيرف ستيميوليشن ده عباره عن جهاز بيطلع منه الكترود رفيع جدا، بنحطه جنب البوستيريور تيبيال نيرف اثناء ما هو ماشي جنب الميديال ماليولس. البوستيريور تيبيال نيرف از ا كومبليتلي سنسوري نيرف، لما بتعمل له نيورو موديوليشن بكهرباء خفيفه خالص ما بتعملش اي اذى للعيان، بتطلع وبتمشي مع النيرف وبتوصل للسباينال كورد وبتعمل موديوليشن للسيمباثيتك للباراسيمباثيتك او للسباينال ميكتوريشن سنتر. محتاجه ان العيان يجي في حوالي 12 سيشن كل مره كل اسبوع. عيبه ان هو بيربط العيان كل شويه جاي، هو بيقعد على الكرسي دوت لمده ربع ساعه تلت ساعه لغايه لما يخلص الشغل بتاعته ويروح، لكن هي رابطه كل اسبوع لازم يجي وما يقطعش السايكل دي، وتاثيره ما يبانش غير بعد ما ياخد كل السايكل غير بعد 3 شهور، لكن ملوش اي سايد افكت، ما بيعملش ريتينشن زي ما البوتوكس بيحصل. الحاجه الثالثه بقى اللي هي السيكرال نيورو موديوليشن او السنترال نيورو موديوليشن، ده عباره عن جهاز الالكترود بتاعه بنحطه على طول على السيكرال نيرف وهو خارج من السيكرال فوريمن، وهو خارج من السيكرال فوريمن وخارج من السباينال كورد. طبعا ده مور انفيسيف، لكن الاول قبل ما ركبه في العيان، العيان بيبقى ده بيمشي بيه في مرحله تجريبيه بنسميها الفيرست ستيج، ويحطه بره زي الصوره اللي على الشمال، يحطه بره على الحزام والعيان يعيش بيه لمده اسبوع، نايم شارب صاحي قاعد بيه. اذا العيان حس ان السيمتومز بتاعته اتحسنت، فانا بشيل الجهاز المؤقت دوت وبركب له زي ما باين على الصوره اليمين جهاز بيرمننت يعيش بيه ابيت العمر، وفي بطاريه تكفيه 10 سنين، ما بيبقاش فيه حاجه ظاهره خالص، طلع منه الكترود زي ما احنا شايفين داخل على السيكرال نيرف S3 او S2 على حسب ما بنختارهم، انترا اوبراتيف اللي هو اللي هو بيحسن السيمتومز بتاعه العيان. يبقى اذا الريفراكتوري اوفر اكتيف بلادر انت عندك اوبشنز من ثلاثه، يا اما عندك انجكشن اوف بوتوكس عن طريق المنظار، يا اما بوستيريور تيبيال نيرف ستيميوليشن، يا اما سيكرال نيورو موديوليشن. ده كان الاوفر اكتيف بلادر. طيب دلوقتي هنتكلم عن الستريس انكونتيننس. الستريس انكونتيننس معناها معلش السلايد قدمت واحده، نرجع تاني. ايوه، معناها انفولنتري لوس اوف يورين ديو ريليتد تو سادن انكريز ان انترا ابدومينال بريشر زي الكافينج سترينينج لافينج واند ان سيفير كيسز ان بوزيشنال تشينج. الريسك فاكتور فور ستريس انكونتيننس هو اوبستريك تروما. زي ما احنا شايفين اوبستريك تروما بتعمل ايه؟ يا اما بتعمل دايركت دامج تو ذا انترنال فينس فينكتر، يا اما تعمل دامج تو ذا بيلفيك فلور المسل اند اندو بيلفيك فاشيا، يا اما تعمل بيونيدال نيرف دامج. الايفالويشن احنا بنعمل اكزامينيشن زي ما احنا شايفين، بنفحص الست يا اما في الستاندنج بوزيشن يا اما في السيمي سيتنج بوزيشن، وتكون نايمه حوالي 45 درجه، ولازم تكون المثانه مليانه، وبنطلب منها انها تعمل ريبيتيتيف كاف عشان تو ديمونستريت اليورين ان هو ينزل. لازم برضو اعمل اكزامينيشن علشان اشوف هل في معاها ديس اوردرز اوف ذا فيميل بيلفيك سبورت زي ما باين هنا في الصوره سيستوسيل، اند ذيس شود بي ادريسد ات ذا تايم اوف سيرجيكال ريبير اوف ستريس يورينري انكونتيننس. التريتمنت اوف ستريس يورينري انكونتيننس، في عندنا ميديكال تريتمنت، في عندنا دواء بس مش قادر يعدي الاف ياخد الاف دي ابروفل اسمه ديلوكستين، وفي حاجه اسمها بيلفيك فلور اكسرسايزز، دي بنعمل سترينثنينج للبيلفيك فلور ماسلز، لكن دي محتاجه ان انا ازود الاويرنس بتاع العيان للبيلفيك فلور ماسلز، ان ستات كتيره مش هتعرف تحدد بالظبط مكان الليفيتور ايناي ماسل، وممكن تعمل كونتراكشن لعضله غلط بدل ما تعمل كونتراكشن للليفيتور ايناي ماسل. عشان كده البيلفيك فلور ماسل exercises هي بتعمل في المايلد كيسز او بتعمل فور ذا بروفيلاكس اجينست ستريس يورينري انكونتيننس. لكن التريتمنت اوف ستريس يورينري از مينلي سيرجيكال تريتمنت. عندنا تو ميجر، عندنا حاجتين كبار، يا اما كولبو سسبنشن يا اما بيوبو فاجينال سلينج.
الكولبو سسبنشن عندنا بنسميها اللي هي بيرش كولبو سسبنشن. طيب بيرش كولبو سسبنشن مش عايزين منك تعرف تفاصيل، لكن هو عبارة عن بياخد غرز in the periurethral tissue عشان يرفعها، بيربط الغرز ديت في الاليوبيكتين ليجمنت زي ما احنا شايفين، فبيعمل بيها elevation of the urethral vesical junction اللي سقط due to weakness of the pelvic floor بتاع الست. وعندنا نوع تاني من العمليات اسمها سلينج، دي عبارة عن بيحط مادة سلينج حوالين اليوريثرا عشان يعمل بيها support للميديوريثرا. السلينج دي ممكن يكون مادة synthetic زي ما شايفينها في الصورة قدامنا، دي soft purlin mesh بتحط عند الميديوريثرا، بنسميها في نوعين اسمها tension free vaginal tape أو اختصارا TVT أو trans obturator tape أو TOT. مفيش فرق بين الاثنين غير في الابروتش، ازاي بنحط هذه المش، ازاي بنحط هذه السلينج. وقد تكون السلينج دي بناخدها من العيان نفسه، بنسميها اوتولوجس سلينج، بناخدها من الريكتس فيشيا، بنفتح بطن العيان وبنقل العيانه وبناخد منها حوالي 12 سنتي من الريكتس شيس وبنقفل بطنها تاني وبناخدها دي نحطها بعد كده اهو حوالين الميديوريثرا. طبعا ال الميديوريثرال سلينج عمليه اسهل، لانك انت ما بتضطرش انك تفتح بطن عشان تجيب منها سلينج، السلينج مديها لك جاهز اللي هي سوفت بوردين مش عامله زي مش تقريبا زي المش بتاعت الجراحه اللي بنحطها في حالات الهرنيا. طبعا هي مختلفه شويه مور سوفت عنها، لكن عيب هذه المش على المدى الطويل انها ممكن تعمل ايروجن زي المنظر احنا شايفينه دوت، سيستوسكوبيك فيو اوف مش عامله ايروجن انتو ذا بلادر، ودي في هذه الحاله لازم تعمل لها اكسجن. طبعا المش اللي بتتاخد من العيان نفسه من الريكتال شيت بتبقى مور انفيسيف، لكن الكومبليكيشن بتكون اقل. ادي اخر منظر للميديوريثرال سلينج، ترانس اوبتيوريتور تيب بتيجي من الاوبتيوريتور فوريمن على ناحيه، بتمشي بين اليوريثرا والفاجينا فبتعمل سبورت لليوريثرا وبتعدي الاوبتيوريتور على الناحيه الثانيه. في لاين اوف تريتمنت كان زمان بيستخدم انجكتابلز، بحق الماده بالكينج ايجنت بحقنها عند بلادر نيك لان السفنكتر كانت ضعيفه، فعشان تنفخ البلادر نيك وتقويها شويه ما عدناش بنستعملها خلاص، لان هي الافكت بتاعها بيخلص بعد فتره قصيره، ما بتكملش سنه ويحصل ريكارنت للستريس يورين انكونتيننس، فبطلنا الانجكتابلز. المين لاين اوف تريتمنت اوف ستريس يورين انكونتيننس از سيرجري، عندنا عمليتين يا اما ابدومينال بيرش كولب سسبنشن يا اما سلينجز، وعندنا نوعين من السلينجز، عندنا سينثيتك سلينج وعندنا اوتولوجس سلينج بناخدها من الريكتس فيشيا بتاعت العيانين اللي احنا بنسميها الريكتس فيشيال سلينج. ده كان موضوع الستريس يورينري انكونتيننس، اتمنى ان كنتوا تكونوا فهمتوه. اخر حاجه اسمها ترانزينت انكونتيننس، سوري الحاجه قبل الاخيره، وده عباره عن حاجات مؤقته اول ما بتعالجها الانكونتيننس بيخف، بنختصرها في كلمه دايبرز. زي ايه اسبابه؟ ديليريوم، العيان كبار في السن اللي هو بيكون متوه وعنده ديمنشيا، انفكشن، اتروفيك فاجينايتس، فارماسيوتيكال، في ادويه ممكن تعمل كده اهو، اكسس يورين فورميشن، ريستريكتد موبيليتي، وستول امباكشن اللي هو السيفير كونستيبيشن. اخر حاجه اللي هي الاوفر فلو انكونتيننس، لما يحصل اوفر ديستنشن للبلادر باليورين، اليورين الزياده هيروح فين؟ هيحصل رابشر بلادر؟ لا، هيطلع من اليوريثرا بالعافيه، تلاقي العيان وهو قاعد طول ما هو قاعد عمال ينقط. ده بالاكزامينيشن ممكن تلاقي البلادر محسوسه او بنلاقي فيه سوبرا بيبيك دالنس بسبب اللي هي فول بلادر، وده بسبب بتاعها بيبقى فيه كرونيك انفرا فازيكال اوبستراكشن على المدى الطويل، بتعمل اوفر ديستنشن وبتعمل اوفر فلو انكونتيننس. اشكركم جدا على حسن استماعكم، اتمنى ان المحاضره تكون عجبتكم. زي ما قلنا في بدايه المحاضره احنا نسعد جدا بالاسئله بتاعتكم اللي هتحطوها على اليوتيوب وهنجاوبها in a timely manner. و thank you very much.